رضا السنوسي. الله أكبر. ملكا لليبيا. وننادي شعبنا الليبي بكل مكوناته من شيوخ القبائل وحكماء وأعيان رجالا ونساء في المنطقة الغربية والجنوبية في داخل وخارج ليبيا، والذي سجل لهم التاريخ تعاضدهم وقت الأزمات أن يتجاوزوا خلافاتهم وأن يرتفعوا فوق العصبيات الجهوية والمصالح الشخصية، وأن تكون قلوبهم عامرة بالمحبة وروح التسامح والتصالح والسلام من أجل مستقبل أبنائهم. ولا سبيل لذلك إلا بالعودة إلى الانضواء تحت لواء دستور دولة الاستقلال، وعودة النظام الملكي بقيادة صاحب الاستحقاق الشرعي في ولاية العرش محمد الحسن رضا السنوسي. وإن نجدد البيعة له كملكا للبلاد، إسوة ببيعة مؤسس الدولة الليبية الحديثة الملك الصالح محمد الرئيس السنوسي رحمه الله. إن العودة لشرعية دستور ليبيا الاستقلال هي السبيل الوحيد لجمع الشمل واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة الشرعية الأصلية الحقيقية، وهي شرعية المملكة الليبية. فلنشحد الهمم ونوحد الصفوف وراء هذا المشروع الوطني، فالوطن ينادينا جميعا لإنقاذ، فهل من مجيب؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حراك العودة لتصير رجاله الجمعة 5/8/2016، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.